محافظة أسوان، حيث أعطى محافظها اللواء أشرف عطية توجيهات مشددة بإجراءات الإشراف اليومي داخل وخارج المدارس ولجان امتحانات النقل وأيضا الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، والذي يتوازى بالتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف التواجد الشرطي حول المدارس للحد من الاحتكاكات أو الغش الجماعي. جاء ذلك أثناء تفقدي لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة كيما الإعدادية، كما تفقد عطية لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة كيما الثانوية. تفاصيل عفا مع دكتور أحمد محمدين وأشرف عباس. أعطى السيد أشرف عطية محافظ أسوان توجهاته بتشديد إجراءات الإشراف اليومي داخل وخارج لجان امتحانات النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال فترة الامتحانات، وهو الذي يتوازن مع تنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف التواجد الشرطي حول المدارس للحد من الاحتكاكات أو الغش الجماعي. جاء ذلك خلال تفقد محافظ أسوان للجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة كيما الإعدادية التي تضم 292 طالب منتظم ومنازل بإجمالي 14 لجنة امتحانات تضم أكثر من 27 ألف طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس. ومن المقرر الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 من الشهر الجاري. وقد رافق المحافظ في جولته الأستاذ عبد الكريم اللطفي مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، الأستاذ فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، الأستاذة غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية. كما تفقد السيد أشرف عطية محافظ أسوان لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة كيما الثانوية، وقد اطمأن المحافظ على سير عملية الامتحانات للشهادة الإعدادية وامتحانات النقل للثانوية العامة، مطالبا بتطبيق الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة المعلم والمراقبين، بجانب توفير زائرة طبية بكل لجنة امتحانية. تابع معكم تفقد محافظ أسوان للجان امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات النقل للثانوية العامة أشرف عباس، القناة الثامنة، قناة طيبة.